شباب قيصر اذا تعطوني الفيديو وعلوا لنا الصوت شويه. الحزبان انه كل واحد يروح للجهه ويسيطر على هذه المنطقه وتكون منطقه نفوذها، واخذوا كل موارد هذه المناطق لهم ولعوائلهم، فما فكروا بالشعب، ما فكروا، يعني يتحدثون عن عمارات ومدري شنو، هاي العمارات كلها غسيل اموال. ماكو شيء حقيقي لاقليم كردستان، يجيبون هو غسيل اموال حتى بعدين يرجعون. يعني الاعمار غسيل اموال؟ هذه العمارات والبناء طبعا كلها غسيل اموال. يعني تعتقد انه هسه حكومه ما عندها فلس، منين لها تسوي عمارات مثلا في اربيل وبسليمانيه؟ لها علاقه بغسيل الاموال للاشخاص وللسياسيين وللشركات. طيب. الحزبيه. بعدك سيده سلوى تعتقدين هذا الكلام بصحه هذا الكلام؟ اكيد. يعني من تقولين انه ما عندنا استثمار، ما عندنا بناء حقيقي، البنى التحتية غير مؤهلة، أكيد تنتقدين على هذا، ينتقدك البعض. لعد إحنا شو نقول بمناطقنا بالوسط بالجنوب؟ إحنا لما نريد نروح سياحة نروح الأربيل أو السليمانية، نشوف هذا العمران، نشوف الشوارع الجديدة، البنايات الحديثة، أكو حركة، أكو يعني فشي يعني واضح للعيان، فشلون هذا ما موجود؟ هاي دائما انا اقولها، انا ما اقارن نفسي بالمحافظات الاخرى العراقيه. يعني اللي انا اعرف انه هي مدمره وماكو بناء وماكو اي شيء، يعني فانا من اقارن اقليم كردستان اقارنه بدول متقدمه. طيب. انا اريد اقليم كردستان يكون مثل السويد، مثل بريطانيا، يعني ما اريد انه يكون مثل بغداد حتى، او مثل العماره او ناصريه او اي محافظه اخرى اللي ما بها اي شيء، يعني سياسيين ما مقدمين اي شيء. طيب هذا من جانب، من جانب اخر اللي موجود احنا نعرف في كردستان شنو، يعني احنا ما عندنا بنية تحتية، احنا ما عندنا اقتصاد في كردستان، ما اشتغلوا لبناء اقتصاد قوي مثلا. طيب هذه العمارات واللي تشوفوها واغلبها. السلام عليكم حبيبنا. شنو ما تشربين شاي؟ شاي جبل من الديوانيه والقور من الناصريه، شلون؟ بعدين انا مفتح على باب والله انتم ما تشربين. كله من كل العراق. طبعا لا، الخلطه سحريه اللي يسويها صادق. شو؟ حتشربين الشاي مثل كل ضيوفنا، يعني عندهم شاي مميز اللي يجيبه صادق. بعدين احنا على باب والله انتم ما تشربين يعطيني. شديده يعني. صحة بس انت شكرا. كان اتهامك خطير لما تتحدثين عن موضوع اسمه غسيل اموال. شنو يعني غسيل اموال؟ هذا اللي معروف، يعني هو على اساس هنا أنا ماكو غسيل اموال وبكل العراق. لا بس احتاج توضيح، يعني من يمارس عمليه غسيل الاموال؟ بس لا تدخلني من وما ادري شنو بيوميه لا واحد يشتكي عليه. المهم بشكل عام اكو اموال غسيل اموال في اقليم كردستان، نختار راس السطر. بس ما يخالف هسه عوفينا من المل، يعني يمارس عمليه الغسيل، مصدر اموال هذه الاموال من من, من ماذا بالضبط؟ هو اتفاقات بين الاخرين، يعني يجيبوا لهم اموالهم وبهاي الطريقه من نفس الاقليم. اي حتى بخارج الاقليم عندهم اتفاقيه. حتى من خارج الاقليم؟ دول خارجيه برايك ايضا؟ اشخاص وعصابات وش ما ادري. Mm-hmm.